طيب لو جينا نشوف فوليوم يوزنج انتجريشن، الفكره كلها ايه؟ بيقول لي فايند ذا فوليوم اوف سوليد جنريتد باي ريفولفنج ريجن باوندد باي ذا ستريت لاين واي ايكوال اكس بلس 1. ممكن يقول لي واي وير اكس ايكوال 1 كده، وممكن يقول لي ايه؟ واي ايكوال اكس بلس 1 واي ايكوال 0 اكس ايكوال 1 اكس ايكوال 4. طب هي الفكره كلها ايه؟ الفكره كلها ايه؟ ان انا عندي الريجن بتاعنا عامل كده، اللاين واي ايكوال اكس بلس 1 ده معناه ايه؟ ممكن ارسمه بتيبل وممكن ما ارسموش بتيبل. سهل يعني، ال1 ده بيبقى واي انترسبت، يعني ال1 هنا بيبقى على الواي انترسبت، واللاين بيبقى واخد المنظر ازاي؟ طالما السلوب بتاعه بوزيتيف، يعني النمبر اللي جنب اكس بوزيتيف، يعني عندي دلوقتي اكس بالبوزيتيف، اه بقوم عامل اللاين بتاعنا كده. كده انا رسمت اللاين اللي هو الاولاني اللي قال عليه واي ايكوال اكس بلس 1. طب في كمان واي ايكوال 0، واي ايكوال 0 ده يقصد بيه الاكس اكسس، يعني واي ايكوال 0 ده يقصد بيه الاكس اكسس، يبقى هو مرسوم جاهز. يبقى واي ايكوال 0 ده يقصد بيه اكس اكسس، والواي اكسس اسمه اكس ايكوال 0. طيب ايه اكس ايكوال 1 ده؟ اكس ايكوال 1 ده لاين، يعني من عند ال1 وبعمل ستريت لاين كده، من عند ال1 بتاع الاكس بعمل ستريت لاين كده. طيب اكس ايكوال 4، ايه اكس ايكوال 4؟ يعني عندي برضو اهو من عند الفور وهعمل ستريت لاين كده. طب لو انا جيت ابص بقى فين الريجن اللي هو بيتكلم عليه؟ الريجن اللي هو بيتكلم عليه اللي هو ده. طب ايه اللي عرفنا؟ ايه اللي عرفنا؟ اه لان لو جيت ابص هلاقي الحدود بتاعتي، ادي اللاين بتاعنا اللي هو واي ايكوال اكس بلس 1 اللي هو الميل ده، هلاقي ده اللاين اللي هو اكس ايكوال 1، هلاقي ده اللاين اللي هو اكس ايكوال 4، هلاقي ان ده الاكس اكسس، الحته دي اكس اكسس اللي هي واي ايكوال 0. يبقى انا كده اعتبر رسمت الفور لاينز اللي قال عليهم. الريجن بتاعنا باوندد باي ذيس فور لاينز زي ما احنا شايفين. ده المفروض ان هو يلف، لما بيلف بيعمل يعني بيحصل له ريفولف يلف. لما بيلف بيعمل لي شكل زي ايه؟ مثلا زي سوليد، يعني ممكن يعمل لي شكل زي الحله، شكل زي الكوره، شكل زي يعني هيلف كده حوالين الاكس اكس وهو بيلف، بمعنى صح هيعمل لي شكل زي المج او زي الحله او كده. طيب انا الفكره ايه؟ عشان انا اجيب الفوليوم بتاع الشكل اللي هو بعد ما ده يلف، يعني بعد ما ده يلف ويعمل الشكل اللي بقول عليه اللي هو السوليد، شكل المج او الكلام دون، بجيبه ازاي؟ قال لك اه، قال لك الفوليوم عشان تحسبه اهو، ده السوليوشن بتاعنا اهو، عشان تحسب الفوليوم، الفوليوم يقول لك باي، وتكتب انتجريشن، انتجريشن اللي هو من كام بقى؟ الليمتس بتاعتي فروم 1 تو 4، فروم 1 تو 4، يعني الليمتس بتاعي هيبقى ديفينيت انتجرال فروم 1 تو 4. وبعمل ايه المفروض؟ المفروض ان انا اعمل الفانكشن اللي فوق ناقص اللي تحت. يعني ايه اللي فوق ناقص اللي تحت؟ طيب الفانكشن اللي فوق اللي هو ايه؟ اللي هو ده اللي هو y ايكوال x بلس 1 اللي هو اللاين اللي فوق ده. طب واللي تحت ده اللي هو y ايكوال 0. فالمفروض انا الفانكشن الاولانيه اللي هي x بلس 1 هي y ايكوال x بلس 1 عاملها باور 2 ماينس الفانكشن الثانيه اللي هي y ايكوال 0 يعني 0 باور 2. يبقى المفروض انا الليمتس الشكل بتاعي محدود من فوق ومن تحت، من فوق بواي ايكوال اكس بلس 1 ومن تحت بواي ايكوال 0. المفروض ان انا اعمل ايه؟ اعمل الاكس بلس 1 دي قلت باور 2 ماينس الزيرو باور 2. الكلام ده دي اكس، دي اكس مينز وات؟ وذ ريسبكت تو اكس، بالنسبه لاكس. طب ليه وذ ريسبكت تو اكس؟ عشان هو فيه اكسات فيبقى وذ ريسبكت تو اكس. لو هو يبقى دي واي وذ ريسبكت تو واي. طب احل دي ازاي؟ ادي الباي هسيبها زي ما هي، وطبعا المفروض اعمل ده اكسبانشن شويه افكه شويه، يبقى 1 تو 4. ده لما باجي افكه بيبقى الاولاني هو الاكس باور 2، الثاني اللي هو ال1 باور 2 ايكوال 1، وبعدين اكس تايمز 1 تايمز 2 يدينا 2 اكس. طيب ماينس 0 باور 2، 0 باور 2 ملوش لازمه، ملوش لازمه ب 0 دي اكس. يبقى انا كاني عايز اعمل انتجريشن لده. والله ممكن اعمله بالكالكليتر، وممكن لو انا عشان لو جالي سؤال اسي هبقى مطالب ان انا اعمله ايه بالستبس بتاعتي، فممكن اعمله بالستبس عادي ما فيش اي مشكله. احنا عارفين ان الانتجريشن بيعمل ايه؟ بيزود الباور 1 يعني انكريز باور باي 1 ذن ديفايد باي ذا نيو باور. يعني ايه؟ يعني بيزود الباور دي 1 اكس باور 3 وبعدين يعمل ديفايد الباور الجديده، الباور الجديده اللي هي 3. طب فينا 1 اصلا؟ تبقى 1 اوفر 3. طيب نيجي على دي 2 اكس، هيزود الاكس الباور بتاعت 1 بقت 2، وبعدين يعمل ديفايدد الباور الجديد اللي هي 2. طيب ما 2 ديفايدد 2 ايكوال 1 ما بيتكتبش. طب بالنسبه للنمبر اللي ما فيهوش اكس زي ال1 بنعمل له اكس، بنحط له اكس، يعني بنحط له كده.
1 اكس بس، فهيبقى اكس يعني. مش هحط له كونستانت بقى. ليه مش هحط كونستانت؟ مش هقول بلس كونستانت، لان انا عندي ايه؟ ده ديفينيت انتجرال. ديفينيت انتجرال يعني المفروض اعمل سبستيوشن مره بال1 ومره بال4، مره بال1 ومره بال4. طيب بعمل سبستيوشن بال4 الاول، لو عامل كده اهو الباي دي ملهاش دعوه بحاجه، سيبها بره كده، واقوم عامل كده مره اعمل سبستيوشن بال4، يعني اقوم قايل ايه؟ 1 اوفر 3 4 باور 3 بلس 4 باور 2 بلس 4 ماينس، مره اعمل انتجريت، مره اعمل سبستيوشن بال1 اهو، يبقى 1 اوفر 3 1 باور 3 بلس 1 باور 2 بلس 1. انا ممكن احسب الحسبه دي كلها على الكالكوليتر هتطلع 39. طب 39 وانا عندي باي بره اصلا، ام كاتب 39 باي، والمفروض ان انا اكتب 39 باي اهو، المفروض ان انا اكتب ايه؟ يعني انا عملت سبستيوشن مره بال4 وعملت سبستيوشن مره بال1، عملتهم ماينس بعض، المفروض اكتب 39 باي كيوبيك سنتيمتر او كيوبيك ايه؟ لينث يونت سنتيمتر، ممكن اعمله سنتيمتر كيوب كده خلاص، وممكن اقول ايه؟ كيوبيك لينث يونت الاثنين صح، كيوبيك سنتيمتر او كيوبيك لينث يونت. يبقى انا كده جبت الفوليوم بتاعي. هو بيقول لي find the volume of the solid generated by revolving the region bounded by the curve y equal x power 2 plus 2 and the x axis and two straight lines x equal negative 2 and x equal 2. طيب وبعدين بيقول لي ايه؟ طبعا هو هيلف اكيد complete revolution about x axis. نفس القصه برضه زي ما اتفقنا اهو. ادي الكيرف بتاعنا. طب نرسم الكيرف الاول. نرسمه ازاي؟ احنا خدنا قبل كده ان احنا لما نيجي نرسم فانكشن زي دي y equal x power 2 plus 2 دي كوادراتيك فانكشن. طب برسمها ازاي؟ ال 2 دي بتبقى الواي انترسبت، يعني ال 2 دي بتبقى موجوده هنا على الواي، وطالما الاكس باور 2 بوزيتيف فبيبقى الكيرف بتاعنا بارابولا اب فوق كده، بارابولا كده. طيب المفروض الكيرف ده هيلف، الكيرف ده لو لف حوالين اكس اكسس هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي زي شكل كده ايه؟ عامل كده مثلا، يعني شكل، يعني عامل لي زي شكل زي ما اتفقنا، ممكن زي شكل مج او شكل يعني بوت او حله او يعني كده، هيعمل زي شكل زي كده لما يلف، عشان بس نتخيلها هيلف حوالين اكس اكس. طبعا انا مش مطالب انا ان انا ايه ارسم يعني هو بعد ما يلف يبقى شكله عامل ازاي، ولكن انا بس عشان ايه؟ للتوضيح يعني، للتوضيح. طيب ادي كده الكيرف بتاعنا اللي هو ايه؟ اكس بار 2 بلس 1 اللي احنا رسمناه، اوكي؟ ممكن اكتب عليه كده اكس بار 2 بلس 1 عشان ما انساش. طيب ده هيلف، انا لازم اعرف الليمتس بتاعته. هو قال لي ان هو انكلودد بتوين ايه؟ بتوين تو لاينز. اللاين الاولاني هو اكس ايكوال 2، اكس ايكوال نيجاتيف 2. طب اكس ايكوال نيجاتيف 2 ده نرسمه ازاي؟ زي ما اتفقنا، باجي من عند الاكس اكسس، ادي النيجاتيف 2 اهي مثلا هنا كده، وبعمل ستريت لاين كده. طيب اكس ايكوال 2 باجي من عند الاكس اكسس برضه 2 بتاع الاكس اكسس، واعمل ستريت لاين كده. طيب فين بقى كده الريجن اللي هيلف؟ الريجن اللي هيلف الليمتس بتاعته او حدوده فين؟ اولا هو محدود باللاين ده واللاين ده والكيرف ده مع الايه؟ مع الاكس اكس، فهيبقى هو المنظر ده، المنظر ده اللي هيلف. وفعلا لو تخيلنا المنظر ده لو لف فعلا هيعمل لي زي شكل الايه؟ يعني هعمل زي الشكل ده كده، يعني مش عارف ده هو شكل يعني حاجه زي ايه؟ زي بوت كده او يعني حاجه زي كده يعني، المنظر ده لو لف هيعمل المنظر ده كده، يعني يلف لو تخيلناه كده بتاعنا اهو، لو لف هيعمل لي زي حاجه زي كده، شكل حله او شكل يعني ايه فازه او يعني كده يعني. فهو عايز الفوليوم بتاعه. طب احنا هنستخدم الانتجريشن. طب الانتجريشن بيقول لي ايه؟ الانتجريشن بيقول لي ادي السوليوشن بتاعنا اهو، سوليوشن انتجريشن بيقول لي ان الفوليوم لو انت عايز تجيبه هتكتب باي انتجريشن، واكتب الليمتس بتاعتك، الليمتس بتاعتك فروم نيجاتيف 2 اب تو 2، ادي نيجاتيف 2 ادي 2، وبنكتب هنا ايه؟ الفانكشن اللي فوق ماينس اللي تحت. طيب طب ما الفانكشن اللي فوق اليمين اللي هي اكس بار 2 بلس 2 قول كده بار 2، طب ايه الفانكشن اللي تحت؟ الفانكشن اللي تحت اللي هي اكس اكسس، اكس اكسس اصلا الفانكشن بتاعته بتبقى واي ايكوال 0، او الايكويشن بتاعته واي ايكوال 0، يعني معناها ملوش لازمه، يبقى المفروض ماينس 0 بار 2، المفروض يعني ماينس 0 بار 2، فخلاص بقى 0 بار 2 ملهاش لازمه، يبقى انا ايه ممكن اقول ايه؟ دي اكس على طول، دي اكس على طول. طيب الاول دي لازم اعملها اكسبانشن زي ما اتفقنا،
طب هعملها اكسبانشن ازاي؟ اهو ادي باي انتجريشن فروم نيجاتيف 2 اب تو 2، ده بعمل الاولاني بار 2 اكس بار 4، بعمل الثاني بار 2 ادي 4، بعمل فيرست تايمز سكند تايمز 2 يعني اكس بار 2 تايمز 2 ايكوال تو اكس بار 2 تايمز 2 هيدينا 4 اكس بار 2. الكلام ده المفروض اعمله انتجريشن وذ ريسبكت تو اكس. طيب بنعمله انتجريشن ازاي؟ بنزود الباور 1 يعني اكس بار 5 اند ديفايدد ايه؟ ذا نيو باور يبقى 1 اوفر 5. طب ده بزود الباور 1 يبقى 4 اكس بار 3 ديفايدد ذا نيو باور اللي هي 3. طب اللي ما فيهوش اكس خالص بحط له انا اكس. المفروض ان انا اعمله سبستيوشن فروم نيجاتيف 2 اب تو 2. يبقى انا مره هعمل اهو الباي طبعا ملهاش دعوه بحاجه هسيبها بره، افتح براكت مربع كده وهفتح براكتين يعني مدورين كده، يعني ممكن اعملها في اللي تحت كده عشان تبقى باينه اكتر. ايكوال ادي الباي وهفتح ايه براكت مربع كده وهعمل ايه براكتين مدورين كده ده ماينس ده. هعمل ايه بقى؟ في البراكت الاولاني هعمل سبستيوشن عن كل اكس 2 او 1 اوفر 5 2 باور 5 بلس 4 اوفر 3 2 باور 3 بلس 4 تايمز 2 بطلع دي على الكالكوليتر ماينس مره اعمل سبستيوشن بنيجاتيف 2 1 اوفر 5 نيجاتيف 2 باور 5 بلس 4 اوفر 3 نيجاتيف 2 باور 3 بلس 4 هنا نيجاتيف 2 واطلع كل الكلام ده على الكالكوليتر. لو طلعته وطبعا بعد ما احسب ده كله هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 752 اوفر 15 يعني طلع كده 752 اوفر 15 واكتب جنبها الباي. طب وممكن اكتب ايه؟ جنبها كيوبيك يونت يعني مش لو مش عايز مثلا ايه؟ اكتب كيوبيك يونت. لو مش عايز اكتب سنتيمتر كيوب ممكن اكتب كيوبيك يونت ولو كتبت سنتيمتر كيوب برضو صح يعني. الفكره ان هو ده فوليوم يبقى لازم يكون اليونت بتاعته كيوبيك.